فقمنا بتقديم مشروع الاصلاحات الاقتصادية متكامل، للأسف لم يتم إنجاز إلا فقرة واحدة منه، وهو ما يتعلق تغيير سعر الصرف. بتغيير سعر الصرف، ونزل الدينار في فترة وجيزة من 8 دولار من 8 دينار إلى 4 دينار، وكانت لدينا خطة شاملة تشمل أيضا موضوع الصناديق السيادية، وتشمل أيضا موضوع المشروعات الصغرى والمتوسطة، وتشمل أيضا موضوع تموين المصارف للعملية الاقتصادية في ليبيا. في العالم كله ما فيش اقتصاد مبني على أن رجال الأعمال فقط ينفقوا ولا غيره، في العالم كله الاقتصاد مبني على الائتمان اللي ممكن تجلع تدير المصارف وما يسمى بخلق النقود وصنع الدوران النقود. لما يبدأ عندي مليار واحد، وهذا جزء من السيولة، السيولة برا الدينار الدوار. نعم بالضبط، لما يبدأ الدينار يدور بسرعة كأني عندي فلوس أكثر. للأسف الشديد الدينار الليبي تكاد تكون سرعته صفر، مش 200% و 300% و 400%. فهذه عوامل كلها أدت إلى ركود اقتصادي، وأدت إلى أن الحياة اللي تحكي لها البائسة، والليبيين اللي يشدوا في الطوابير وغيره وكذا. هي سلسلة من الإجراءات. أنا أقول لك المسؤول الأول في على هذا الموضوع في تلك الفترة كانت السياسات المصرفية بعمومها، ضعف المنظومة المصرفية. و يعني مش مشكلة في السيد الصديق الكبير، أنا ما نقدرش نقول مش المشكلة فيه ولا المشكلة فيه، هو لا بالتأكيد. يا تقول لي سيد خالد أن مشكلة فيه، هي مشكلة مش فيه. لا لا شوف سيد خالد، ما فيش حد يتحمل، بروحه بين معلش غير عفوا. أنت الآن في مكان الصديق الكبير، تمام؟ ليبيا تعتمد في دخلها 100% على النفط. النفط متوقف ومش معروف إلى متى سيتوقف، يعني ممكن يقعد سنة، ممكن يقعد 5 شهور، ممكن يقعد 5 سنين، وأنت عندك مدخرات ثابتة. هل أنت حتدير سياسة توسعية ولا حضرتك مطلع على الميزانيات وش أنفق السيد الكبير؟ كان هذه المعادلة غير موجودة عنده. لا بالعكس، يعني كان في أنا كنت رئيس اللجنة المالية، كان في سنوات كان في سنوات قل فيهم الواردات الليبية، وكانت أكبر من سنوات أخرى كانت مثلاً موجودة. مثلا مثال 2016 نعم 2015 أنا في المؤتمر الوطني 2016. إيه؟ بالعكس قلصنا إلى أبعد حد ممكن، وبالعكس هذه الأشياء في بعض الناس ما زالوا زعلانين مننا للآن. سيد خالد، ما المشكلة لما في تغيير الإفادة؟ ما المشكلة شن هي المتغيرات اليوم اللي تغير فيها السعر الصرف وما كانتش موجودة في 2016؟ مجلس الإدارة كان مفروض كان عذر السيد الصديق الكبير محافظ أن مجلس الإدارة غير مجتمع، وأن هذا القرار لا يتخذه المحافظ. ولهذا أنا لما جيت لما جيت بنحرك سعر الصرف، ما حركتش سعر الصرف، خليت سعر الصرف، وقلت له أوكي ما تبيش تغير سعر الصرف، أنا نجيبوا لك فتوى تاني، نديروا رسوم على السعر. هي متى درتها الرسوم؟ في 2018 2018 نعم. 2016 نحكي السنوات هذه. لا انا نقول لك سيد خالد، هو سيد خالد العذر سيد خالد 2000 شوف انا غير اسمعني، انا لا استطيع ان انسى ان في مرأة ليبية لبست شمال. يا سيد غير خالد انا غير خلينا نقول لك نقطه مهمه، انا لست محاميا لاحد. ثانيا طيب قول لي ان المشكله في مين. غير دقيقه انا لست حريص على اني انا لما صورت حد ولا نضر حد، انا نحكي في وقائع. نعم وقائع تمام. انت قلت ان مجلس نتجرد. الصديق أخطأ في عدة أشياء، لكن أنا أقول لك من ضمن الأشياء اللي أخطأ فيها اللي هي سياسة توزيع الاعتمادات. ممتاز. هل أعطيت اعتمادات للمشير حفتر لمساندة قواته ولا لا؟ ما تعرفش؟ والله ما نعرف. أعضاء برلمانيين موالين نعم. خدوه. شفت بأم عيني أعضاء برلمان ورؤساء لجان في البرلمان يجوا للمصرف المركزي. أنا مرة جيت للمصرف المركزي كان عندنا اجتماع مع المحافظ بشكل رسمي، وبعدين نبي نتوضوا صلاة الظهر ولا كذا، كان فيه مكتب مساعد نائب المحافظ ملاصق لمكتب المحافظ، ومنه تخرج لل أكرمكم الله التواليت. فأنا جيت طالع لقيت 2 من أعضاء مجلس النواب مقعمزين يفرزوا في الاعتمادات مع الشخص المسؤول على المنظومة.